تم اليوم اطلاق مشروع معامل فكره او فكره لابز. هذا المشروع تم يعني بالشراكه بين دائره ابو ظبي، دائره الثقافه والسياحه في ابو ظبي، وشركه ميرال، ومجموعه الاتحاد الطيران، وادنك شركه ابو ظبي المعارض، بالاضافه الى الشريك الاستراتيجي وامدا وابو ظبي جلوبال ماركتس، اسواق ابو ظبي العالميه. طبعا الفكره هي ان اليوم نحن تعرفين نواجه بعض التحديات، ولكن في نفس الوقت بعد نريد نتألق ونتميز في مجال السياحة. فكل مؤسسة بتطرح فكرة أو خلنا نقول مشكلة أو سؤال للقطاع الخاص، لرواد الأعمال، الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وبتقدم هالشركات مثل ما يقولون بزنس بلانز وكيسز، الأفكار الناجحة بناخذ هالشركات بنشتغل معها على مدى 4 أسابيع، وإن شاء الله الفائز في المسابقة آخر شيء بيحصل على جائزة نقدية من المؤسسات المشاركة، بالإضافة إلى فرصة لأخذ أول عقد. يعني هذه من أهم مبادرات الدائرة، هو دعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تكثيف جهودنا في تسويق وترويج الإمارة، فربطنا الاثنين في هذه المبادرة. تصب فكرة الإبداع داخل السياحة والسفر في أبو ظبي في صميم وفي قلب عملنا نحن. فعندما طلب منا قلنا طبعا، يعني من الطبيعي أن نكون نحن جزء لا يتجزأ من هذه الفكرة.